قلب سمسمة، لو حابين تعرفهم انا عملت الايس كريم التحفة ده ازاي، تعالوا بينا نشوف كل التكات والحركات. بس فضلا منكم وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل علشان توصل لكم كل التكات والحركات، ومن فضلكم فعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد اول باول، وما تنسوش تحطوا اللايك. تعالوا بينا نشوف كل التكات والحركات ويلا بينا نقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا. بس في بداية الفيديو لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان توصل لك كل التكات والحركات، وطبعا تحطوا السمسمة احلى لايك. وفضلا منكم وليس امرا التشجيع للقناة المستمر علشان نفضل كده نستمر في نشر المحتوى مفيد وحلو واقتصادي وهيعجبكم ان شاء الله. القناة بتاعتنا حلوة وجميلة ومتنوعة وان شاء الله تكبر بيكم وليكم باذن الله. تعالوا بينا نشوف الوصفة ونشوف هنعمل ايه النهاردة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الايس كريم بطريقة حلوة جدا جدا هتعجبكم، فيلا بينا نشوف كل التكات والحركات وتحطوا السمسمة اللايك. يلا نقول بسم الله ونشوف معانا مقادير ايه. انا معايا كيلو من الحليب او اللبن كامل الدسم، وكمان معايا كوبايتين من الكريم شانتيه الخام، وكمان معايا كيس من اللبن البودرة، وهستعمل كوباية من الزبادي، وكمان هستعمل عسل جلوكوز وده مهم جدا وهقول لكم ليه دلوقتي. طيب معايا بقى النكهات او الحاجات اللي احنا هنعمل منها الايس كريم. هستعمل فراولة، والفراولة دي لازم تكون مجمدة بس هي بدأت تفك من الحر، انتوا عارفين الجو اليومين دول حر جدا. وكمان معايا كوباية من المانجا برضو المتفرزة او المجمدة، وكمان معايا الدانوت او الشوكولاتة دي، او ممكن نستعمل كمان النوتيلا، ومعايا الكاكاو الخام. طبعا هنعمل بنكهة الشوكولاتة وبنكهة الفراولة وكمان بنكهة المانجا. اللي حابب بقى ان هو يعمل بالفانيليا او بحاجات تانية، الكنتالوب بالكيوي. اول حاجة حبايب قلبي هجيب بولة وكمان هحط فيها اللبن المثلج، ولازم يكون اللبن فيه قطع من التلج، يعني مش هيكون متلج لدرجة 100% ولكن يفضل ان هو يكون في بعض قطعة من التلج علشان خاطر لما نضيف الكريم شانتيه يتضرب معانا ويبقى معانا زي الفل. تمام يا حبايب قلبي، هبتدي دلوقتي ان انا انزل بالكريم شانتيه. معايا كوبايتين من الكريم شانتيه الخام، طبعا لو انت هتستخدمي الكريم شانتيه المحلى ما بنحطش السكر، تمام، لكن اللي انا هستعمله كريم شانتيه خام فهحتاج سكر، طبعا السكر حسب الرغبة. هحط كوبايتين من الكريم شانتيه او ما يعادل 10 معالق كبار كريم شانتيه، وكمان هحط 5 معالق من السكر البودر، وهبتدي ان انا اضرب الخليط بتاعنا ده اللي هو عبارة عن اللبن والحليب، اللبن او الحليب حسب ما كل مكان بيقول، وطبعا يكون الحليب كامل الدسم، وهبتدي ان انا اضربهم كويس جدا بالمضرب مدة كويسة جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا ما تسرحوش معايا في الايس كريم التحفة ده علشان تحطوا السمسمة احلى لايك، وطبعا لو انت مش مشترك اعمل اشتراك وفعل الجرس على كل علشان توصل لك كل التكات والحركات والدلع ده كله. شايفين هنفضل نضرب بالمضرب لحد ما يبتدي القوام بتاعنا يمتزج كده او يختلط مع بعضه. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا انا هستخدم في الوصفة دي او في الايس كريم زي ما قلت لكم العسل الجلوكوز. طبعا الاول انا هضيف لبن بودرة، طبعا لبن البودرة بيبقى حلو جدا في الوصفة بتاعتنا، بيديها يعني قيمة غذائية وطعم حلو جدا، وبتبقى طعمها زي اللي بنجيبها من بره ويمكن احسن كمان. المطة بقى اللي بتبقى موجودة في الايس كريم اللي موجود بره وكلنا بنبقى عاوزين نعرف ايه السبب الموجود في المطة، طبعا العسل الجلوكوز ده حلو جدا في الايس كريم، وطبعا سعره مش غالي خالص، بيتباع عند اي عطار او عند مستلزمات الحلويات،
زي ما انتوا شايفين اهو، انا هبتدي ان انا اجيب العسل الجلوكوز، هاخد منه معلقتين او ثلاثة. طبعا العسل الجلوكوز حسب كمية الايس كريم اللي انت هتعمليها، يعني انا كيلو اللبن حطيت عليه من معلقتين لثلاثة من العسل الجلوكوز. طيب اللي مش يعني لو في شربات او سيروم متوافر عندك بس يكون تقيل ما يكونش خفيف، خلاص تمام، او ممكن عسل نحل برضو، بس الافضل من ده كله العسل الجلوكوز، هو ده اللي بيدي المطة الحلوة للايس كريم، بتبقى زي اللي احنا بنجيبه من بره، بس مع اختلاف ان احنا في البيت بنعمله بنظافة وبنعمله بنبقى ضامنين كل حاجة احنا بنعملها بكل حب طبعا وبنظافة لولادنا. هبتدي ان انا اضرب كل الخليط ده مع بعضه، شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني المطة برضو بدأت تظهر معانا والقوام بدأ يتقل ويبقى معانا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الآيس كريم ده طلب مني، ويعني حد عزيز وغالي عليا بصراحة طلبه مني، وأنا بصراحة ما قدرتش إن أنا أتأخر أكتر من كده. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا الآيس كريم، يعني مش قادرة اقول لكم فعلا طعمه بيبقى تحفة جدا. طبعا انا اسفة على صوتي لان صوتي تعبان شوية، هبتدي دلوقتي ان انا اعزز الطعم واخلي الطعم برضو يبقى طعمه جميل وبرضو يبقى فيه قيمة غذائية للايس كريم. هبتدي ان انا انزل بكوباية من الزبادي زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة لنجاح الايس كريم ان تكون الخطوات بتاعتك مظبوطة، مقاديرك برضو مظبوطة، وكمان تكون الفاكهة بتاعتك مثلجة. طبعا انتوا شايفين الحر اللي احنا فيه ده، يعني ربنا يرحمنا يا رب، الحر جامد جدا، فلازم كل حاجة تكون مثلجة علشان تديكي المطة الحلوة وكمان تديكي الايس كريم بتاعك المظبوط. هبتدي دلوقتي الفراولة، طبعا هي بدأت تفك من الحر ده، هاخدها هي والمانجا اضربهم في الخلاط او تضربيهم بالكبة او بالهاند بلندر، اي حاجة تعمليهم بيوريه. خلاص كده انا ضربتهم علشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، وهبتدي بقى ان انا اخد اساس الايس كريم اللي انا عملته واقسمه. طبعا عايزه تقسميه على 3 على 4 حسب ما انت حابه، ممكن تقسميه اكتر من كده في بولات صغيره. يعني ما شاء الله الكميه كانت فعلا كتيره جدا، يعني ما شاء الله، يعني حوالي كيلو ونص من الايس كريم او يمكن 2 كيلو كمان، يعني فعلا والله العظيم كان تحفة جدا ووفير جدا 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 واقتصادي. بدأت ان انا اخد اول بولة كده واخد جزء من الايس كريم الخام وابتدي ان انا احط عليه المانجا واقلبه كده كويس جدا، وكده يبقى احنا عملنا ايس كريم المانجا. شايفين بسم الله ما شاء الله، هدوبه كويس جدا او هخلطه كويس جدا. طبعا لو احنا حابين اللون الاصفر اللي هو الزاهي ده ممكن نضيف الوان طعام، مش هيحصل حاجة، بتبقى حلوة جدا، وطبعا الالوان دي صحية، بس انا ما كانش عندي اللون الاصفر، ما كانش متوافر عندي غير اللون الاخضر والاحمر، فهستعمل اللون الاحمر للفراولة علشان اعزز اللون، لكن اللون الاصفر يعني استكفيت بلونه كده. المتوفر عندك اعمليه، اهم حاجة الطعم والقوام زي ما انتوا شايفين. هخلطه كويس جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك تحفة واقتصادية وسهلة وكمان نظيفة، يعني ضامنينها بكل حاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة ازاي. يلا بقى ما تسرحوش معايا كده في الفيديو، خلاص كده الايس كريم المانجا بقى جاهز معانا، هنعمل بقى ايس كريم الفراولة. Thank you.
حبايب قلبي، يبقى احنا كده عملنا المانجا وكمان عملنا الشوكولاته وايس كريم الفراوله. هنحط ممكن لو حابين شوكليت شيبسي هنا كده. هدخلهم بقى التلاجة الفريزر يجمدهم طبعا مش اقل من يوم كامل، وهنرجع نشوف كل التكات والحركات والدلع على كل. شايفين كمان؟ يلا بينا نشوف كل التكات. حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتم شايفين الايس كريم بتاعنا دلوقتي بقى جاهز ومعانا زي الفل. من كيلو واحد لبن او حليب عملنا كميه حلوه جدا من الايس كريم. طبعا تقدري ان انت تنوعي في النكهات بالفاكهه اللي انت حباها او باللي ولادك بتحبها. انا عملت الشوكولاته وكمان عملت المانجا، وتقدري ان انت لو حابه لون المانجا يكون الاصفر الزاهي ممكن انت تحطي الوان طعام، مش بيحصل حاجه، بتبقى حلوه جدا، بس انا ما كانش عندي. ودي الفراوله شكلها، وان شاء الله طعمها هيعجبكم جدا جدا. تعالوا بينا بقى نحطها كده في الكولات او في الكاسات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما عنديش المعلقه بتاعه الايس كريم، بس مش هنقف على حاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يعجبكم جدا جدا الطريقه، وهتعملوها كده بكل حب لاولادكم. بصوا شايفين سهل جدا وسلس كده. شايفين بسم الله ما شاء الله اهو. هنزل كده في البوله اهو. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد واحده كمان. لو انت عندك المعلقه بتاعه الايس كريم بتبقى حلوه جدا، بس انا ان شاء الله لما اخرج هجيبها باذن الله. اهو شايفين، هحط برضو من الفراوله والمانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي المعلقه بالظبط، ولو ما عندكيش اعملي بالمعلقه العاديه خالص مش هيحصل حاجه. اهو شايفين، نحط واحده كمان. طبعا كمية حلوة جدا، والطعم كمان بيكون مفيد ومغذي للولاد. حبايب قلبي، ده الايس كريم بتاعنا اهو. زي ما انتم شايفين شكله وطعمه تحفة جدا. طبعا انا حطيت على الوش مكسرات كده مجروشة، لو انت حابة مش حابة خلاص. وكمان حطيت شوكليت شيبس برضو، هيدي طعم وشكل حلو جدا. شايفين الايس كريم بتاعنا تحفة جدا، وطريقته سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله، وطبعا اقتصادية وبتدي كمية كبيرة زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الايس كريم طريقته عجبتكم، وان شاء الله لما تجربوه هتعرفوا ان هو طعمه حلو جدا وطعمه فوق الخيال. شايفين بسم الله ما شاء الله الجمال والحلاوة. شايفين بسم الله ما شاء الله الايس كريم بتاعنا تحفة جدا، وكمان عليه شوية مكسرات كده، انما ايه تحفة. وده كمان عليه شوكليت شيبس. طعمه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا، وكمان طريقة التقديم حلوة وشيك، وعملناها في البيت بكل حب لولادنا. لو حابين بقى تشوفوا كل التكات والحركات بتاعتنا، ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب علشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم وليكم. وطبعا ما تنسونيش من الدعوة الحلوة. يلا بقى اشتركوا في القناة علشان ان شاء الله بيتنا الصغير ده يكبر، وكمان فعلوا الجرس علشان كل الاشعارات وكل التكات والحركات توصل لكم اول باول. وتعالوا بينا بقى نشوف الجمال ده كله. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسم.